أحسن الله إليكم. هذه السائلة فضيلة الشيخ التي رمزت لاسمها ميم ميم ألف من جمهورية مصر العربية تقول: فضيلة الشيخ، سمعت في إذاعة القرآن الكريم في المملكة هنا الكثير من الأسئلة حول زكاة الذهب المستعمل للزينة، فقال بعض العلماء مستدلا بأحاديث صحيحة بأنه إذا كان للزينة فلا تقبل فيه الزكاة، والبعض الآخر من العلماء يقولون إذا بلغ مقدار الذهب المستعمل وغير المستعمل للزينة مقدار النصاب فلا بد من إخراج الزكاة، مستدلين أيضا بأحاديث صحيحة منها المرأة التي كانت تحمل الطفلة وذهبت بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكان بيدها سوار فسألها عن إخراج الزكاة عنها، فأنا الآن تقول في حيرة هل أخرج زكاة الذهب هذه السنة أم لا، مع العلم بأنني أستعمله للزينة وأخرج الزكاة في هذا الذهب في كل عام، أفيدوني في الصحيح مأجورين؟ نعم، زكاة الحلي المستعمل فيها خلاف بين أهل العلم، الجمهور على أنه لا تجب فيه الزكاة نظرا لأنه أصبح من جملة المستعملات كالملابس والمساكن والدواب وغير ذلك التي تستعمل، والفريق الآخر يرى وجوب الزكاة فيه بناء على الأصل الذهب والفضة أنه تجب فيهما الزكاة، ولما ورد من بعض الأدلة التي استدلوا بها ورأوا أنها صحيحة، فعلى كل حال الخلاف موجود، ومن أراد الاحتياط براءة الذمة فليزكي، وأما الوجوب فلا نرى وجوب الزكاة في الحلي المستعمل، لكن من أراد أن يحتاط وينفي الشك باليقين فهذا أمر طيب، فإذا كنت مستمرة على تزكيته كل سنة أزكي واستمري على الزكاة ما دمت تقدرين على ذلك، أن هذا أبرأ للذمة وخروجا من الخلاف. نعم.